بأيامنا وارد نسمع أولاد يرددوا عبارات للأهل مثل شو فهمك أنت بجيلنا؟ العالم تغير عن أيامك، مرقت عليك هاي العبارة؟ بسفر أمثال إصحاح 30 هناك أب يطرح أمام أولاده 6 أسئلة، والأجوبة الخمس الأولى مفهومة ضمناً لكي يصلوا للجواب السادس المخفي عنهم. نقرأ من سفر أمثال: كلام أجورة ابن متقية مسا، وحي هذا الرجل إلى إثئيلة، إلى إثئيلة وأوكال، إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. الأب أجور يعترف بأنه غير متعلم ولا عنده ألقاب جامعية ولا شهادات، لكن من الواضح أنه يتمتع بمعرفة خارقة للطبيعة وهي معلنة له مباشرة من الرب الإله. يقدم الأب 6 أسئلة لأولاده، وهي: من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من سر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ الجواب للأسئلة واضح: الله واقف وراء الخلق، وهو إعلان عام. يستمر الأب بتحدي أولاده بالسؤال الآتي: وما اسم ابنه إن عرفته؟ بما أن الجواب للأسئلة الخمسة الأولى واضح، إذن نعرف أن الحديث هو عن الله، ومن السؤال السادس نستطيع أن نستنتج أن لله يوجد ابناً.